لما تكونوا بالمطعم او عم تجربوا تطبخوا بالبيت وعم تختاروا الرز، شو افضل رز تختاروه، الابيض او الاسمر؟ اكيد لازم نختار الرز الاسمر او حتى الوايلد رايس، لانه اثنيناتهم بيحتووا على كميه عاليه من الالياف وبيحتووا على مواد غذائيه ما بيكونوا خسروها مثل بالرز الابيض. ففيكن تستلذوا بالرز ولكن اختاروه دائما حبه كامله.